السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أستاذ عزابي التربية كوين. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، الله يوفقكم إن شاء الله تكونوا ناجحين في مباراة التعليم. إذا غني كما وعدتكم نحاول نبارطاجي معكم بعض الدروس التي تم تقديمها في الدورة التكوينية، وإن شاء الله غادي نحاول نكمل في لاليكتير اللي كنا شفنا لي ديماغش ميثودولوجيك في الدرس السابق. دابا غنشوفوا التدرج ديال هذا المكون القراءة والمحتويات ديالو اللي كاينة في المستوى الأول والثاني والثالث، وغادي نزيدكم واحد الصنف ولا واحد الموضوع اللي تنجا في التوصيف، هما لي زابيليتي دو باس. هادشي كامل ان شاء الله غادي نشوفو في الدرس. انتم عليكم الاخوان الا الدعم ديالكم للقناه والبارطاج ديال الفيديو، وكما قلت لكم راه التشجيعات ديالكم، حتى الاخوان اللي تيقول لك حنا طلعنا لك القناه وهذا، راه ولو انكم تدخلوا لي زاناليز ديال الدونا راه ما تلقاو بحال مثلا الفيديو، والله ما كنصورو منهم حتى شي حاجه. الاخوان اللي ديجا عندهم قناه راه كيعرفوا انك اللي ملي كتحقق 4000 ولا 2000 تل مشاهده راه ما لا تغني ولا تسميني من جوع. هذا راه غير بلا ما الاخوان اللي عندهم ديجا مكري القناه غيعرفوا هاد الامور هادو. الوغ انا ما كنحتاج منكم الا الدعاء الاخوان والبارطاج كذلك، ودعي معايا كما كندعي معكم. نخليكم مع الدرس ان شاء الله ديال المستوى الاول والثاني والثالث، التدرج ديالهم ديال لاليكسير، وكذلك ان شاء الله الدرس الموالي غادي نحطوه نحاول نخدموا فيه الرابع والخامس والسادس. اذا نبدا على بركه الله الديداكتيك ديال لا ليكتير، وغادي نشوف ان شاء الله بعدا قبل ما نبدا وغنشوفوا لي زوبجيكتيف. دونك علاش دات هاد لاكتيفيتي ديال لا ليكتير، سا سيغا كوا؟ دونك لوبجيكتيف برينسيبال دو لا ليكتير سي دامني لي زابرونون ا لير ديفيرس فورم ديكري، سواء ان تيكست ولا بون ديسيني ولا افيش ولا اون كارت. دونك هذا هو لوبجيكتيف برينسيبال دو لا ليكتير، هو هذا سي d'amener les apprenants à lire diverses formes d'écrit, يعني انواع مختلفه من الكتابه، سواء كان ان تيكست ولا حتى بوند ديسيني ولا بوند ديسيني كنلقى دون ان دوكيمون ولا اون افيش ولا اون كارت. دونك هادو كامل هادو هما الاساسيات ديال لا ليكسور. هذا هو علاش دار لا ليكسور. دونك بالنسبه لهاد لا ليكسور كاين واحد الاختلاف فيها بين المستويات، يعني كل مستوى وشنو كيكون عنده. دونك حنا غندير نتبع معكم نفس الطريقه اللي خدمناها البارح، اننا نقسم المستويات باش تعقلوا. دونك غنعطيكم المستويات المشتركه اللي دائما كتكون، يعني اللي كتلقاوها في سميتو، كتلقاوها في المستوى، كتلقى بحاله بحال المستوى. دونك شنو غندير؟ غنبداو بالمستويات الاولى اللي هما المستوى الاول والثاني والثالث. غنبداو بالمستوى الاول والثاني والثالث. بالنسبه للمستوى الاول والثاني والثالث، كما كتعرفوا ما كيكونش عندنا واحد انتكس، ما كيكون ما كيقراوش النص، وما عندهمش واحد شي حاجه سميتها النص لي غانتكس، ما عندهمش، ما كاينش في الاول والثاني والثالث وبين قوسين، حيت دابا نرجعوا لهذه النقطه هذه بين قوسين. في المستوى الثالث كاين واحد النقشه، يعني واحد الاختلاف بسيط شويه، ولكن ما كيأثرش لانه كيجي في التاريخ حنا غنشوفوا. دونك بالنسبه للمستوى الاول والثاني والثالث، لا ليكتور ديال في هذه المستويات اي سو باز سور لي زاكتيفيتي لي زوتر اكتيفيتي اللي كنقصدوا بهم لي زاكتيفيتي اورال، لي زاكتيفيتي اورال. دونك لا ليكتور في المستوى الاول والثاني والثالث اي سو باز سور لي زاكتيفيتي اورال، هما اللي كنقولوا حنايا بحال لاسوس المنبع من كتاخذ هذا، من كتاخذ داك كما كنقولوا حنايا لي نوسيون دو باز ديال لا ليكتور كتاخذهم في التلاميذ ديال المستوى الاول والثاني والثالث، كياخذوهم لاكتيفيتي اورال. ولي زاكتيفيتي اورال راه بحال واحد كما كنقولوا حنا واحد العين كتكب في لا ليكتور، كتخدم لنا لا ليكتور، حنا غنعرفوا كيفاش كتخدم لنا هاد لا ليكتور. دونك
دونك في المستوى الاول والثاني والثالث ما كاينش ان تكست، يعني نسبيا ما كاينش ان تكست، خاصه في الاول والثاني نهائيا ما كاينش ان تكست. انا غنشوفوا كيفاش كيتقراو. دونك بالنسبه لهاد المستويات ايل سو باس سور لي زاكتيفيتي اورال اي سور لاكيزيسيون ديال الفوكابولير اللي كنقولوهم حنايا، هذا علاش كيتبازا. دونك هاد باش يتبازا التلميذ على هادو، على هاد هذا باش زعما نعطيو حنايا ياخذ من هاد لي زاكتيفيتي اورال، خاصنا هاد لاكيزيسيون كتكون بروغريسيف. هاد لاكيزيسيون عمرنا ما كنعطيو التلميذ كلشي بدقه واحده، نو، مي الى اكيغيغ دو فاسون بروغريسيف دائما. دونك هاد لاكيزيسيون ديال بروغريسيف ديال لي زابيليتي دو باز اللي ضروري باش كيقرا التلميذ ملي كيطلع الرابع والخامس والسادس ضروري يكونوا عندهم هما هادو. دونك شنو هما اول حاجه هاد لي زابيليتي؟ شنو هما؟ اول واحد عندنا لا كونسيونس فونولوجيك، ثانيه برينسيپ الفابيتيك، ثالثه ايدونتيفيكاسيون دو مون، يعني كيعرف لنا الكلمات بحال غير يشوفها يعرفها، غير يشوف، يعني بحال كنقولوا حنا كلمه في العربيه واقيلا كيسموهم الكلمات البصريه، حيت انا كما شي 5 سنين ولا 6 سنين ما قرات العربيه، انا كيسموهم واقيلا الكلمات البصريه. ايدونتيفيكاسيون دو مون يعني غير كيشوف المو كي بحال مثلا راه كيولف عليها، عين ولفات عليها. وكذلك لا كومبريونسيون اي لا ديرنيغ لا فلويديتي، يعني المرونه فيها. دونك هادشي كامل هاد لاكيزيسيون باش التلميذ من يطلع الرابع كيولي كابابل دو ليغ ان تكست، ولكن ما يمكنلوش يقرا ان تكست بدون ما انك انت تعطيه نتايا، ما تكونش ما ياخذش هاد كما كنقولوا حنايا ليزابيليتي دو باز. ومازال حنا غنرجعوا لهاد ليزابيليتي دو باز في فقره واحده اخرى. دونك هاد ليزابيليتي دو باز شنو كيخليو؟ هما كي بوس ولا كي 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 سير كي سير على برونو دو دوفينيغ ان ليكتور اوتونوم، كيخليوه بحال بغينا نقولوا حنايا يولي مستقل في القراءه ديالو، يعني يولي يقرا راسو بوحدو. هاد لي زابيليتي دو باز اللي كياخذهم في المستويات الاولى، يعني الاول والثاني والثالث، وديما منين كياخذهم سي سيغ ا بارتير دو دي زاكتيفيتي دوغا، وحتى لاكيزيسيون دو فوكابولير اللي كنعطيو له حنايا مره. دونك هذا هو الهدف ديال المستوى الاول والثاني والثالث، ولا كنقولوا حنا لا كومبيتونس، لا كومبيتونس دو سورتي، لا كومبيتونس دو سورتي ديال هاد ثلاثه المستويات سي سي كما نقولوا تو بوسي لابرونو دو فونيغ ان ليكتور اوتونوم. هذا هو الاساسي باش كيخرج من الثالث، خصو يكون بلا ما توقف عنده تقول له هذه نو، كيولي ان ليكتور اوتونوم يعني يقرا الراسو. دونك هذا فيما يخص المستوى كتعريف في المستويات الاول اللي قلنا، المستوى الاول والثاني والثالث.